أنا أعتبر القصيدة فعالة وجميلة إذا خرجت من القلب. Work together with the foundation for the purpose of peace. كيف نحمي الشباب؟ الثقافة يجب أن يكون لها دور بالمهارات. أن هذا شاب يبي يعني يروي نفسه، يبي عنده عطش من داخل. فليش دائما نستورد الفكر الخارجي؟ And it was a wonderful exchange of ideas around this theme of a common world with shared problems. أعزائنا المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. نحييكم ويتجدد لقاؤنا بكم وبرنامج حوار فكري نناقش فيه بعضا من قضايا الفكر والثقافة. ضيف حلقتنا اليوم هو الدكتور حامد مطلق المطيري، رئيس قسم المسح والتنقيب الأثري بالمجلس الوطني الثقافي، وعضو اتحاد الأثريين العرب، وأيضا عضو جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون. أهلا بك دكتور حامد. أهلا وسهلا بكم وفي مشاهدينكم الكرام. تشرفنا بك في هذا اللقاء. شرف لي أن أكون ضيفكم هذا اليوم. أهلا وسهلا بكم. بارك الله فيك وعزك. أعزائنا المشاهدين، نعود إليكم بعد هذا الفاصل، لا تذهبوا بعيدا. نجدد التحية لكم أعزائنا المشاهدين، كما نجدد الترحيب بالدكتور حامد مطلق المطيري. أهلا بك مرة أخرى دكتور حامد. أهلا وسهلا فيك أخي محمد. الله يحييك. الحديث عن العصور التاريخية والحضارية لدولة الكويت حديث ذو شجون. بداية لعلك تعرف السادة المشاهدين بمفهوم الحضارة حين نتحدث عنها. طبعا الحضارة هي مرتبطة بالإنسان بشكل مباشر، و طبعا مرتبطة بالإنسان بشكل مباشر، وإنما وجد الإنسان وجدت الحضارة. والعالم القديم أو ما يطلق عليه العالم القديم وهو الشرق الأدنى القديم بمفهومه القديم أيضا، نشأت على ضفافه مجموعة من الحضارات. هذه الحضارات قدر لبعضها أن تستمر لفترات طويلة، وقدر لبعضها أن تندثر. بعض هذه المراكز الثقافية القديمة أو المراكز الحضارية أقامت لها حضارات خاصة فيها أو ذات صبغة ثقافية خاصة في مجتمعاتها، وكانت أيضا نشطة من خلال الحضارات الأخرى. لدينا حضارات العالم القديم، في طبعا إذا نتكلم عن العصور الكتابية، نعم، من خلال فترة العصر البرونزي لدينا نشأت حضارة بلاد الرافدين، مجموعة من الحضارات في بلاد الرافدين. أيضا لدينا حضارة وادي النيل، فهي من أشهر هذه الحضارات التي عاشت، نعم، في تلك الفترة واستمرت فترات طويلة، ولها إرث ثقافي كبير لا نزال إلى الآن ندرس هذا الإرث الثقافي. أيضا هذه المناطق أو المناطق نسميها مناطق النهرية، نعم، عاشت عليها هذه الحضارات واستمرت، بالإضافة إلى حضارات أخرى عاشت في شبه الجزيرة العربية وفي بلاد الشام وأيضا في تركيا، ومجموعة من المواقع القديمة نشأت فيها حضارات وانقطعت واندثرت، وبعضها استمر أيضا لفترات طويلة. يعني الشرق الأدنى القديم عاشت فيه مجموعة من الحضارات، نتكلم عن الفترة الآن الفترة الكتابية، نعم، وإذا ما رجعنا إلى أقدم من ذلك لدينا العصور الحجرية لما كانت أرض العرب طبعا بكاملها مروجا وانهارا قبل الكتابة. قبل الكتابة لدينا، نعم، في التسلسل الحضاري لدينا العصر الحجري القديم. إنسان العصر الحجري القديم وجدت آثاره في شبه الجزيرة العربية بأماكن مختلفة، أيضا وصل إلى ساحل الخليج العربي، نعم، في فترات قديمة جدا، وأنشأ حضارته، حضارة صوان نسميها حضارة صوان. حضارة صوان. حضارة صوان لأنها اعتمدت على الأدوات الحجرية في الصيد. الإنسان القديم صنع جميع أدوات الصيد وأسلحته وأيضا بعض المشغولات من الصوان، من الصوان، من الحجارة الصوانية للصيد طبعا، و لممارسة حياتها اليومية، نعم، أو الاجتماعية. نعم.
هذا بشكل عام الحضارات يعني إذا فيما يخص الكويت العصور التاريخية. طبعا الكويت إذا تكلمنا عن العصور الحجرية القديمة، نعم، العصر الحجري القديم، لم يعترف في الكويت على عصر حجري قديم إلى الآن. نعم. ربما هذا راجع للبحث الأثري، البحث الأثري قاصر في هذا الجانب، أو لم نكتشف حتى الآن عصر حجري قديم. نعم. مع أننا عثرنا في المملكة العربية السعودية والآن في قطر عصر حجري قديم، وفي الإمارات وفي عمان عصر حجري قديم، لكن الكويت هناك أفق عصر حجري وسيط ما يتلو العصر الحجري القديم. نعم. هناك أفق عصر حجري وسيط أو نهاية العصر الحجري الوسيط، والعصر الحجري الحديث الذي تلا أقدم شيء وصلت إليه الآن، الذي تلا العصرين السابقان. نعم. العصر الحجري الحديث آثاره واضحة في دولة الكويت وفي الخليج العربي كامل. جميل. نعيد ترتيب ما قلناه الآن. هناك شواهد للعصر الحجري الوسيط في جنوب الكويت في برقام مثلا، في القرين. نعم. هناك أدلة على العصر الحجري الوسيط، بعض الأدوات، الجماعات البشرية التي كانت متنقلة في تلك الفترة طبعا إلا كانت تتخيل بيئة مختلفة عما هي عليه الآن. نعم. كما يعني وردت في إذا أردنا أن نقرب إلى السلة المشاهدين العصر الحجري الوسيط بالتتابع الزمني قبل الميلاد، يعني كان بالضبط يعني يختلف هو من مكان إلى مكان، لكن نتكلم عن 8000 سنة تقريبا. 80 8000 سنة. 8000 سنة. 8000 سنة من الوقت قبل الميلاد، يعني قبل الميلاد 2000 سنة. هذا بالنسبة للعصر الحجري الوسيط. العصر الحجري الوسيط انتهى في هذه. نعم. الفترة، ثم بدأ العصر الحجري الحديث ويستمر إلى تقريبا الألف الخامس. جميل جدا. جميل. هذه الفترة موجودة في الكويت، عثرنا على حضارتين تعود إلى العصر الحجري العصر الحجري الحديث. الحديث. نعم. الوسيط ما عثرنا عليه هو أدوات صوانية تركتها هذه الجماعات البشرية في أماكن أنشطتها في جنوب الكويت. في جنوب الكويت كبرقان، برقان والقرين. والقرين. نعم. هذا المكانين الرئيسيين لهذه الحضارة. جميل جدا. نهاية العصر الحجري الوسيط. وما زال التنقيب والبحث ربما أننا تعثرون على أشياء تعود إلى العصر الحجري القديم. نعم. نعم. في السنوات الأخيرة أضفنا رصيد كم هائل من المواقع الأثرية دخلت في السجل الأثري في دولة الكويت، فيتفوق 400 موقع. نعم. هذا نشاط بارز وواضح ورائع جدا. دكتور حامد، باعتبارك رئيسا لقسم الآثار والمسح والتنقيب في المجلس الوطني الثقافي، نرغب أن تحدثنا عن بدايات هذه الحركة، حركة الاستكشافات والبحث والتنقيب، بداياتها في الكويت. حركة المسح والتنقيب في دولة الكويت، هناك حد فاصل بين مرحلتين. نعم. مرحلة العمل غير النظامي ومرحلة العمل النظامي. 1960 هو صدر أول قانون للآثار في دولة الكويت بمرسوم أميري رقم 1 لسنة 1960، نظم العمل. نعم. الأثري وجرم الأعمال غير المشروعة. نعم. قبل ذلك وردت في كتب الرحالة والسياسيين عمل عشوائية أن هناك بعض الآثار كشفت في جنوب الكويت وفي فيلكة وفي أماكن مختلفة من أرض الكويت، قام بهذه الأبحاث ممن يعملون بالنفط أو سياسيين كما ذكرنا أو رحالة شاهدوا سجلوا مشاهداتهم وذكروا وجود آثار في دولة الكويت، ذكروا رؤوس سهام، ذكروا بعض التوابيت الحجرية. نعم. لرفات، ذكروا بعض الفخاريات. يعني هناك أدلة، هناك أدلة على هذا البحث العشوائي، البحث العشوائي غير النظامي، الغير نظامي. نعم. الغير مؤطر بالقانون كانت في فترة 1900 قبل 1960. في 1957 خلينا نقول 1957 استقبل الباحث الكبير من متحف أورهوس بالدنمارك. نعم. جامعة أورهوس بالدنمارك طرد أو صندوق من الفخار جلب من جزيرة فيلكة. في فترة غير النظامية. 1957. وهو كان يعمل في هذه الفترة في البحرين. فعرض عليه هذه الفخاريات وقال له الوكيل السياسي البريطاني في الكويت أن هذه وجدوها مجموعة من الهواة البريطانيين الذين يبحثون عن الآثار في الكويت، ولكن يعني ترى هذه الآثار هل هي ذات قيمة؟ وطلب منه زيارة الكويت. نعم. للبحث الأثري. في تلك الفترة 1957 الآن في نهاية في شهر أبريل تقريبا، لم يحدد بالضبط شهر أبريل. نعم. أو مارس، قدم إلى الكويت مع صديقه جلوب، فبحثوا في طلعوا على الآثار الموجودة في الكويت في جزيرة فيلكة، سووا زيارة. نعم. ورتبوا لموسم تنقيب باتفاق مع حكومة الكويت
الآن حكومة الكويت تبنت هذا الموضوع. أصبح الأمر نظاميا. أصبح الأمر نظاميا. بالضبط. نعم. بالضبط. وتكفلت دولة الكويت ببعض مصاريف هذه البعثة. 1958 بدأ العمل الأثري. نعم. خلال السنوات التنقيب التي تلتها ل 1963 تغير وجه التاريخ في دولة الكويت. نعم. كان يعتقد أن الكويت تستمر حضارتها إلى 300 سنة. فقط 300. فتغيرت النظرة وتغيرت النظرة. الآن دخلت أرض الكويت في فترة قديمة جدا. 8000 سنة قبل الميلاد. لأن في جزيرة فلكة عثروا على أقدم الشواهد الأثرية في الجزيرة العصر برونزي. لذلك وضعوا خارطة كاملة للعصر البرونزي والألف الأول قبل الميلاد ضمنوها تاريخ الكويت. فقالوا نعم. أن تاريخ الكويت ليس 300 سنة كما هو مطروح في بعض الكتابات مثل عبد العزيز الرشيد ذكر، بل تعود إلى فترات قديمة جدا. ومن هنا بدأ البحث الأثري مع بعثة الآثار الدنماركية التي نعم. عملت في الكويت وعملت في البحرين وعملت في قطر وشرق المملكة العربية السعودية والإمارات نعم. فهذا النشاط الذي وضعته بعثة الآثار الدنماركية الأولى في منطقة الخليج العربي وضعت منطقة الخليج العربي خارطة الخليج العربي ضمن حضارات النهرية كما ذكرنا سابقا نعم. في بداية حديثنا نعم. فإذا افترضنا أن البحث الأثري في منطقة الخليج العربي بدأ في الخمسينات خلال 50 سنة الآن حققنا نسبة كبيرة من الضوء على هذه الفترة نعم. الحضارات النهرية كما ذكرنا بدأ البحث الأثري فيها في القرن 17 و18 فكانت حظيت في اهتمام أكبر من منطقة الخليج العربي التي هي نعم. تقريبا فترة قصيرة 50 سنة من الآن أو 60 نعم. سنة نعم. دكتور حمد سنتحدث بعد هذا الفصل عن التقنيات الحديثة التي الآن تستخدم في البحث والكشف والتنقيب. لا شك أن طريقة التنقيب قديما اختلفت عن طريقة حديثا، لكن بعد هذا الفاصل. أعزائنا المشاهدين نعود إليكم بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا، لدينا مزيد من الأسئلة الفكرية والثقافية مع الدكتور حامد مطلق المطيري، لا تذهبوا بعيدا. نجدد التحية لكم أعزائنا المشاهدين، كما نجدد الترحيب بالأستاذ الدكتور حامد مطلق المطيري. أهلا بك مرة أخرى أستاذنا الحبيب في هذا اللقاء الممتع الماتع. أهلا وسهلا. الممنوع بالمعلومات الجديدة والحيوية. دكتور حامد، كنت قد توجهت إليك قبل هذا الفاصل بسؤال مفاده أن تحدثنا عن التقنيات الحديثة المستخدمة في عملية التنقيب والبحث والتفتيش، هل اختلفت قديما عنها حديثا؟ بالتأكيد هناك منهجين في علم الآثار، منهج القديم نسميها المدرسة الكلاسيكية والمدرسة القديمة، ومدرسة المدرسة الحديثة New Archaeology. نعم. هناك رؤية لاستخدام التقنية الحديثة والحوسبة كما يطلق عليها في مفاهيم أو في مناقشة علم الآثار أو البحث الأثري بشكل عام. طبعا التقنيات المستخدمة في هذه الفترة دخلت مثلا تحليل كربون 14. أي نعم. الآثاريين في المدرسة القديمة كانوا مهتمين في ترتيب الأدوار الحضارية، أين نضع هذه والتصنيف، وأشغلوا نفسهم كثيرا في موضوع تصنيف الحضارات، تصنيف والسلم الزمني واعتمدوا على. الآن بعد فترة 1948 في المدرسة الحديثة طبعا بعد نعم. ذلك وتوصلوا إلى تحليل بواسطة كربون 14، فلم تعد فترة ترتيب الأدوار الحضارية شغلهم شاغل. الآن فقط تجمع عينة بسيطة جرامات تقريبا من المواد العضوية وتحلل هذه المواد العضوية ثم تعطي تاريخا دقيقا عن طريق كربون 14 راديو كربون ديتينج. المسح الأثري أيضا تغير، ادخلت فيه الاستشعار عن بعد. جميل. الآن لدينا مجموعة من الأجهزة المتطورة، نقدر نستخدم الساتلايت إيمج، صور الساتلايت إيمج، نقدر نستخدم التصوير الجوي في معرفة الظواهر الأثرية التي لا يمكن مشاهدتها بالعين المباشرة تحت الأرض
تحت الأرض. جميل. البقايا البشرية تغير شكل الأرض، جيمورفولوجية الأرض تتغير بوجود البقايا الأثرية فيها. نعم. فشكلها شكل الآثار تحت الأرض غير طبيعي، غير معتاد في النظر له من الأعلى. هذه الأجهزة ممكن تصل في الرؤية إلى عمق كم متر تحت الأرض؟ هذه تكشف سطح الأرض. هناك أجهزة أخرى، رادار، جيو رادار. نعم. سنسر أو جيوفيزيك رادار أو الترددات الصوتية، مجموعة من الأجهزة. هذه الأجهزة تكشف لنا، الأجهزة الرادارية هذه تكشف لنا، والترددات الصوتية أيضا تكشف لنا أماكن الجدران، أماكن الورش العمل والأبار والمواد المستخدمة تحت الأرض. لم يعد الآن يعني كشف عن الآثار أنك تفتح منطقة كاملة في 100 متر في 50 متر حتى تفهم ما هو في باطنها. يعني أنا أقصد بالتنقيب، تنقب عن 100 متر أو 200 متر أو 300 متر في 400 متر حتى ترسم خارطة كاملة عن ما هو موجود في باطنها. الآن تساعدك هذه الأجهزة في معرفة ما هو في باطنها. جميل. من خلال هذه المسوحات، تطويع التقنيات العلمية الحديثة. لدينا نعم. لدينا في هذا الكتاب خريطة وضعت دون تنقيب. نعم. لمخططة المباني في قرية القرينية. هذا صورة بالرادار. هذه مسح بالرادار. نعم. في تحت الأرض، فوجدنا الآثار المباني كاملة ووضعنا خريطة لها دون تنقيب. الآن نعرف أن هذه هي أشكال المباني، فهذه وضعت في 2006 2007 2008. وبدأ العمل بعد ذلك 2010 في تنقيب فيها هذه الأماكن، وأثبتت إلى حد ما صحة هذا البحث أو الاستكشاف. نعم. عن بعد. نعم. ما رأيك أن تحدثنا عن أبرز الاستكشافات التي عثر عليها في الكويت؟ كما ذكرنا، جميع الأدوار الحضارية من العصر الحجري إلى الفترة الحديثة موجودة في أرض الكويت. هناك بعض الفجوات بسيطة في هذا التاريخ ستملأ إن شاء الله في المستقبل. نعم. من خلال البحث الأثري في الكويت هناك تنوع ديني. في العصور البرونزية وجدنا تقريبا 4 إلى 5 معابد. جميل. في العصر البرونزي، في العصر الحجري لدينا معبد. في جزيرة فيلكا مثلا حوت كنيستين، معابد وكنيستين تعودان إلى الفترة الإسلامية. فترة الإسلامية. نعم. نعم. وجدنا من ضمن الآثار مسجد في جزيرة فيلكا، فهناك معابد وهناك كنائس ومساجد. في جزيرة عكاز وجدنا كنيسة. جميل. كنيسة كاملة تحت الأرض. كنيسة تعود إلى المذهب النسطوري تحت الأرض. جميل جدا. ورائع. في فيلك اثنتان، وفي جزيرة عكاز كنيسة تعود أيضا إلى الفترة، جميعها إلى الفترة الإسلامية. من أهم المكتشفات مستوطنة البحرة في الصبية العائدة لحضارة العبيد، حضارة فريدة في منطقة الخليج العربي. نعم. نعم. وجدنا مستوطنة كبيرة وجد فيها معبد. الآن هناك أدلة على هذا المعبد موجودة في المنطقة. أيضا وجدنا عملات، مجموعة من المسكوكات تعود إلى فترة الإسلامية المبكرة. وجدنا كنز من العملات يعود إلى فترة أبو جعفر المنصور. نعم. 157 هجري، وتحمل أقدم الغابة أبو عبد الله. هذه من أهم الاكتشافات. من أهم الاكتشافات أيضا مجموعة من المسكوكات وجدت في تل الخزنة في جزيرة فيلكا. هذا الكنز من العملات الهيلينستية كما نطلق عليها، الفترة الهيلينستية الفضية، هذا الكنز. نعم. وجد في تل اسمه تل الخزنة، هو يحمل أيضا هذا تل. مفهوم تل الخزنة معروف لدى سكان جزيرة فيلكة، فكأنه ارتبط هذا الكنز. نعم. الذي وجدناه بالمسمى الخزنة. بالمسمى. نعم. الخزنة. نعم. فطبعا الأدلة كثيرة والاستنتاجات الأثرية. وجدنا أقدم قارب في العالم. أقدم في قارب؟ أقدم قارب بحري في العالم. في العالم. في منطقة صبية. في الصبية. لدينا أدلة على ركوبهم البحر، سكان أرض الكويت في العصر الحجري الحديث، أدلة على ركوبهم البحر من خلال القوارب. وجدنا كسرة من الفخار عليها قارب ذو أشرعة، وهي أول دليل على. جميل. القوارب ذات الأشرعة في العصر الحجري. نعم. وجدنا لؤلؤة مثقوبة، معنى ذلك أنهم قاسوا اللؤلؤة. نعم. صحيح. وجدنا كمية من القار. القار. نعم. عليها طبعات القصب، السفن القديمة. في العصر الحجري. هذه الأدلة نحن نجمعها خلال سنوات من البحث الأثري حتى تعطينا نسم صورة صحيحة لا يعني يرتابها الشك أو ينالها الشك. نعم. من خلال هذه ترتيب هذه الأدلة مع بعضها وصفها مع بعض. نعم.
يشيع كثيرا هذا المصطلح السياحة، مصطلح السياحة الثقافية، لعلك تضيء لنا وتعطي نبذة للسادة المشاهدين حول هذا المصطلح. نعم، هو مصطلح مهم، والدول تسعى إلى تعزيز ناتجها القومي من خلال السياحة الثقافية. نعم، السياحة، مفهوم السياحة الثقافية. الأوروبيين سبقونا في هذا المجال، رمموا متاحفهم، والمتاحف طبعا العريقة، رممت هذه المتاحف بكنوز الشرق، لذلك متحف اللوفر يدخل ملايين، وأيضا متحف البريطاني ومجموعة من المتاحف. نحن خطونا خطوات إلى أنها متأخرة لكنها مجدية. في مصر مثلا سبقونا في هذا المجال، تونس أيضا، سوريا قبل الأحداث الحالية. الآن المملكة العربية السعودية سعت وغيرت الهيكل الكامل إلى هيئة السياحة والآثار في المملكة، بعد أن كانت هيئة الآثار، الآن هيئة السياحة والآثار. أدرك بشكل عام أن السياحة الثقافية هي الحل الأنسب لتطوير أو تسويق الثقافة المحلية وثقافة الوطن نفسه. هنا في الكويت هل هناك تفعيل لهذا الأمر؟ نعم، نحن نخطو في هذا الجانب خطوات جيدة. الإعلان عن هذه السياحة. الإعلان عن هذه السياحة، لأن هذه مرتبطة ليس في موسم معين. أنت مرتبط، السياحة الثقافية مرتبطة بطول الموسم. نعم. من بداية أول شهر إلى نهاية السنة. نعم. نعم. فالسياحة الثقافية جزء منها أيضا الآثار. أنت تسوق على الآثار. تسوق الآثار وتبني المتاحف النوعية والمتاحف القومية، وتبني المتاحف المفتوحة في المواقع الأثرية ليرتادها الزوار من الأجانب أيضا، من الناس المحليين أو المقيمين العايشين في أرض الكويت، لينقلوا فيما بعد صورة حضارية مشرقة عن دولتك أو أرضك من خلال هذه المادة. بالنسبة للاكتشافات والآثار التي عثر عليها في الكويت، أنت ذكرت بعض الأماكن كفيلكة والصبية والجرين، هل يعني هناك أماكن محدودة وجدت فيها هذه الآثار أم في كل أرض الكويت؟ أنا ذكرت فيلكة والصبية لأن شغلنا شغل في هذه الفترة. نعم. البحث في هذه الجانبين لوجود أولوية. هذه المناطق تتعرض إلى أخطار بعض المشاريع التي تبنى فيها، بعض المخيمات عليها مشاريع مستقبلية، لكن الآثار موجودة في الكويت. أنا ذكرت القرين، وذكرت برقان، وذكرت وارة. نعم. وذكرت مناطق جنوب الكويت، وذكرت في وادي الباطن. وادي الباطن يمر فيه أقدم طريق تجاري، وهو فيما بعد استخدم كطريق للحج، مشهور في التاريخ الإسلامي طريق الحج البصري الذي يربط البصرة. نعم. في مكة مباشرة. هذا الطريق البصري اشتهر في الفترة العباسية، وهو مقابل إلى طريق درب زبيدة. أو درب زبيدة لدينا طريق الحج البصري. هناك محطتين في أرض الكويت. نعم. كشف عنهم في وادي الباطن. إذن هذه الآثار تراث إنساني عام وليس ملكا لفرد من الأفراد. أشكرك دكتور حامل على هذا الحوار الجميل وهذه المعلومات التي أضاءت بها جوانب كثيرة كانت خافية علينا. أعزائنا المشاهدين، في ختام هذه الحلقة أتوجه بالتحية والتقدير والشكر إلى الأستاذ الدكتور حامد مطلق المطيري، وكما أتوجه بالتحية لكم على حسن الاستماع، آمل من الله أن نلتقي على خير في حلقة قادمة وحوار فكري جديد. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.